السلام عليكم، سوف أقوم بهذا الفيديو إن شاء الله بشرح نظام الطبقات. طبعا أنا عندي على سبيل المثال كونتينر عرضه 400 وطوله 400 وداخله في ستاك بهذا الشكل. طبعا الستاك بيحتوي على طبعا الخاصية اللي تعرفنا عليها واللي هي الخاصية الأساسية والريكوايرد المطلوبة 100% بالستاك واللي هي تشيلدرن. التشيلدرن تقبل مجموعة من الويدجت. هعمل أول ويدجت، طبعا احنا بهذا الفيديو هنتعرف على خاصية جديدة واللي هي طبعا البوزيشن. تمام، البوزيشن تستعمل فقط داخل الستاك، يعني انا ما فيني استعملها خارج الستاك ابدا. تمام، هي الفكره الاولى، غلط استعمالها خارج الستاك 100%. البوزيشن على سبيل المثال حيكون في داخلها كونتينر وليكن بهذا الشكل. تمام، كونتينر حاعطيه لون، انا مثلا colors the tree، وحاعطيه طبعا child، والchild حيكون في text بهي الطريقه واللي مكتوب فيها مثلا position 1 بهي الطريقة. طبعا هعمل ترتيب للكود بهذا الشكل، فظهرت عندي طبعا البوزيشن 1. شو هي أهمية البوزيشن 1؟ شو بتفرق بشكل عام عن الويدجت العادية؟ وليه هي تستعمل داخل الستاك بشكل محدد؟ البوزيشن من اسمها باللغة العربية هي الموضع، الموضع إذا موضع الويدجت داخل الستاك. أنا بكل بساطة فيني أتحكم بهي الويدجت وين أنا عايزها داخل الستاك وأعطيها المكان المحدد اللي أنا عايزه بالضبط، من خلال مجموعة من البروبرتيز اللي بيقدم لي اياها البوزيشن. انا على سبيل المثال عندي خاصية التوب، التوب اي المسافة من الاعلى الى الويدجت، يعني المسافة اللي بتفصل الويدجت عن اعلى الستاك. تمام، فبكون ببساطة لو عملت انا 100 تمام بهذا الشكل، فراح تكون المسافة من هون من الجزء الاعلى الى الويدجت 100. بعضكم حيقول انه هي مثل المارجن، ولكن في فرق كبير بين المارجن وبين التوب. التوب بكل بساطة هو موضعه حينزاح للأسفل بمقدار 100، بينما المارجن حيكون المسافة بينه وبين الوجهة اللي قبله 100، في فرق كبير. تمام، تاني مثلا خاصية ممكن نستعمل الليفت، فممكن نزيحها من اليسار لليمين بمقدار أيضا 100. تمام، هقول له أنا مثلا رايت 10، فشو رح يصير هلأ عندي؟ حيصير طوله من هون لهون، ولكن من هون للطرف اليميني 10. ليه تمددت؟ لأن أنا عم بقول له بدي إياها من الطرف اليميني المسافة الفاصلة هي 10، ومن الطرف اليساري المسافة الفاصلة هي 100، فهو رح يضطر يتمدد بهذا الشكل. لو قلت له من الأسفل مثلا 10 كمان رح يتمدد، لأنه عم بقول له من فوق 100، تمام؟ يعني المسافة من هون لهون 100، وبدي أقول له المسافة من هون لهون 10، فرح يتمدد، تمام؟ بحيث ياخذ المسافة كاملة، من هون لهون 10، من هون لهون 100، من هون من الطرف طبعا الطرف اليساري لهون 100، وعندي من الطرف اليميني مقدار 10. اذا انا بقدر اتحكم بموضعه بالضبط مثل ما انا عايز. لو لغيت الليفت تمام بهذا الشكل، فراح يصير عندي فقط من الرايت 10، من الليفت مش موجوده. وعرضه طبعا حيكون دائما بناء على التكست اللي موجود داخله، هذا شيء اكيد. طيب حلو كتير هذا الكلام. ممكن انا طبعا الغي الباتوم عشان ما تاخذ الطول كامل. طبعا هروح انا استبدل التوب والرايت، ايضا عندي خواص اضافيه مثل الويدز مثلا، خلينا نقول 200 بهذا الشكل، واعطيه على سبيل المثال هايت 200 بهذا الشكل. طيب حلو كثير هذا الكلام. ممكن انا على سبيل المثال اعطيه التوب 10، تمام، فرح تنزل، ولكن اذا اعطيتها توب وباتم حيعطيني خطا. ليه؟ لانه ما بصير تتمدد وانا محدد لطول، يعني اذا قلت له من تحت 10 ومن فوق 10 وانا اعطيه طول 200 فراح يصير عندي خطا. فانتبهوا، لا تعطوه توب وباتوم او تعطوه رايت وليفت. اذا استعملتوا الويدز لا تعطوا الرايت وليفت مع بعض، واذا استعملتوا الهاي لا تعطوا التوب وباتوم مع بعض. تمام، عسى ما يصير تمدد ويصير خطا، لان انت حددت طول، ما فينك تروح تخرج على الطول اللي انت حددته. تمام، هاي نقطه كثير مهمه. لو انا على سبيل المثال اعطيته هون 300 او عفوا 300 بهذا الشكل، طبعا حيختفي جزء من الويدجت، حيختفي جزء من الويدجت. ليه اختفى جزء من الويدجت؟ قال لانه بكل بساطه خرج البوزيشن عن قيود الستاك. الستاك طوله وعرضه بناء على الكونتينر 400 ب 400، والبوزيشن اللي هو الموضوع خرج عن الستاك فاختفى، تم اقتطاع جزء منه. لو عملت 340 حيتم اقتطاع جزء اكبر. طيب هل انا ممكن اتخطى القيود واظهر جزئي اللي تم اقتطاعه؟ نعم، من خلال خاصيه موجوده بالستاك واللي بعدكم اشرحها بدرس قادم، اللي هي طبعا الاوفر فلو. الاوفر فلو بيكتب بهذا الشكل، طبعا من خلاله ممكن اعمل دوت فيزيبل بهذا الشكل، فراح يتم اظهار الجزء اللي تم اقتطاعه، حيتم اظهار الجزء اللي تم اقتطاعه. تمام،
بينما بالكليب اللي هي الحالة الافتراضية حيتم اقتطاع الجزء يلي خارج عن الستاك، يلي خارج عن الستاك حيتم اقتطاعه بشكل كامل. طالما انا عامل الطول 400 والعرض 400 وانا عامل هون انزياح بمقدار 340 وهي طولها 200، فبكل بساطة اكيد يعني حيتم اقتطاع جزء كبير من الطول. تمام، حيتم اقتطاع جزء كبير من الطول اللي راح يظهر فقط هو 60. طالما الطول 300 وانا نزلت للاسفل بمقدار 340 حيتم اظهار 60 فقط، فراح 140 يتم الغاء ببساطة شديدة. بينما بالفيزيبل تمام بهي الطريقة حيتم فيزيبل حيتم اظهار الطول 200 بشكل كامل. هي هي الفكرة بكل بساطة من البوزيشن ومن الاوفر فلو. ممكن طبعا انا اعمل اكثر من بوزيشن داخل الستاك ببساطة شديدة، هما اعمل بوزيشن ثاني وليكن لونه اخضر تمام بهي الطريقة. خلينا نقول التوب مثلا 140 تمام بهذا الشكل، فظهر طبعا عندي هون بهذا المكان. تمام، طبعا كل بوزيشن حيكون فوق البوزيشن اللي قبله، هذا شيء اكيد. مثلا طبعا انا لو خففت بهذا الشكل او اوكي خليها 140 بس نطلع لهون خليها 240 بهذا الشكل. فبنلاحظ طبعا انه البوزيشن 1 اجا، لاحظوا فوق البوزيشن طبعا هون خلي طبعا هون عفوا 2 حتى بس ما نتلخبط بالاسماء. اوكي بنلاحظ انه البوزيشن 2 اجا فوق البوزيشن 1. مثل ما تعرفنا الستاك هو نظام طبقات، اول ويدجت هي الطبقة اللي بتكون الاولى، الطبقة الثانية هي الويدجت اللي بعدها، فبتكون تجي بطبقة اعلى من الطبقة اللي قبلها، كل طبقة بتجي اعلى من الطبقة اللي قبلها بناء على الترتيب اللي انت مرتبه داخلها. تمام، هي بكل بساطة فكرة الستاك، وبكل بساطة فكرة البوزيشن ايضا هو التموضع داخل الستاك. وعندي الاوفر فلو اللي تعرفناها هي اللي هي بتقطع الجزء اللي خارج الستاك او بتظهره، وعندي الفاتي اللي بتعمل تمدد للوجت اللي موجودة داخل الستاك. بتمنى يا رب الفيديو يكون واضح وسهل. افضل طريقة للفهم مثل ما بقول دائما هي التجربة، التجربة العملية هي اللي بتخليك تفهم الموضوع بشكل كامل. انا علي اني اعطيك الادوات واعطيك الخواص، وانت عليك انك تجرب وتفهم الوجت بشكل كامل. بالتوفيق للجميع.